يسعد لي مساكم. وصفة اليوم سهلة سريعة لذيذة خفيفة، بيحبوها عيالكم زي ما حبوها عيالي. مرة مفيدة ولذيذة، تغميسة السبانخ. بسم الله على بركة الله. نبدأ في تاوة، أضيف زبدة خليها لين تذبل، أضيف بصلة مقطعة ناعم مع فص ثوم صغير، أخليها أقلبها لين تذبل البصلة بدون ما تاخذ لون. أضيف عليها السبانخ، سبانخ غسلته وفرمته ناعم، أقلبه لين تنشف كل موية السبانخ. أضيف ملح وفلفل أسود وأتأكد إنه ما في أي موية من السبانخ. أضيف الكريمة وخليها شوي لين تسخن، ثم أضيف الجبن. الجبن حسب رغبتك، مزرولا، شيدر، جبن بارميزان، حسب اللي يحبوه عيالك. طبعا كذا تكون التغميسة جاهزة. اللي حغمس فيها طبعا هو ممكن شيبس، ممكن زي ما أنا سويت تورتيلا وتوست قطعته أصابع، بخيطه بخاخ زيت، رشة ملح، رشة فلفل أسود، وأقدمه بالعافية.